أنجلوساكسة في كومونا بالأعمال الإرهابية ما رأينا الآن في أنابيب خطوط الغاز في كومونا الآن بتدمير البنية التحتية التقوية فمن الواضح من يستفيد من ذلك الولايات المتحدة تعتمد على القوة الجوهر واحد دائما تعتمد الولايات المتحدة على القوة وتقوم بإنشاء القواعد العسكرية العديدة وتقوم بمحاولة تأسيس التحالفات العسكرية مثل أوكس فتحالف مع اليابان وكل الدول التي تسعى إلى السيادة الحقيقية تعتبر من قبل الولايات المتحدة أعداء خصوما وهذا هو أساس العقيدة العسكرية للولايات المتحدة.